هذا وكان منتخب مملكه البحرين لالعاب القوى للرجال والسيدات قد عاد الى البلاد في وقت سابق اليوم بعد مشاركته في دوره الالعاب الاسيويه التاسعه عشر التي اقيمت بمدينه هانغ الصينيه. ولدى استقبالهم في مطار البحرين الدولي نقل الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للرياضه لوفد العاب القوى البحريني تحياتي وتهاني سمو النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الهيئه العامه للرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه مشيدا بما حققوه من انجاز عزز مكانه مملكه البحرين في دوره الالعاب الاسيويه